الطريقه الثانيه في الحساب بتاع الانفرس دي ترانسفورميشن، الحقيقه يعني مش هي دي الطريقه اللي بنستعملها دايما، بس لازم نتكلم عليها علشان برضو يبقى عندنا فكره عنها. وهي بتعتمد على اللونج ديفيجن فور راشونال فانكشنز جيفن از بي اوف زي على اي اوف زي. اوكي، يعني بيسك لو عندي حاجه عباره عن نيوميريتور على دي نيوميريتور برضو فانكشنز اوف زي، اللي بيحصل ان احنا بنقسم بقى التو بولينوميالز دول على بعض، وعاده دول طبعا بيتقسموش على بعض، فيحصل لنا ان هي الناتج بتاعنا هيطلع لنا انفينيت اوردر بولينوميال، اوكي، از ا فانكشن اوف زي. اوكي، وبيسك كوفيشنت بتاعت البولينوميال دي هي نفسها الانفرس فاليو، يعني هنستعمل البولينوميال اللي انا طلعتها دي ومنها اطلع الكوفيشنت بتاعتي بتساوي كام. يعني فرضا على سبيل المثال، اوكي، عندي اكس اوف زي بتساوي 1 على 2، 1 زائد 2 دي ماينس 1. لو انا قسمت دي على دي لونج ديفيجن هتلاقي ان الكلام ده بيساوي 1 بلس ناقص 2 زي تو ذا ماينس 2 زائد ناقص 2 زي تو ماينس 2 سكويرد زائد ناقص 2 زي تو ذا ماينس 2 تو ذا باور 3 وهكذا. لو بصيت على الفاليوز بقى بتاعت لو انا حبيت بقى ابص على الحاجات دي كبولينوميال زي ما بصيت عليها في الفاينايت اوردر بولينوميال قبل كده، ده عباره عن قيمه اكس اوف 0، ده عبارة عن قيمة x of 2، ده عبارة عن قيمة x of 4، ده عبارة عن قيمة x of 6 وهكذا. اوكي، فمعنى كده اقدر اقول ان عندي x of 0 بتساوي 1 و x of 1 بتساوي 0، مفيش عندي هنا اوردر للبولينوميال z بتساوي ماينس 1، z ماينس 1، x of 2 بتساوي ناقص 2 من هنا، x of 3 بتساوي 0، مفيش عندي هنا حاجة برضو اوردر z to the power ماينس 3، x of 4 هلاقي ان هي عبارة عن ماينس 2 سكويرد، اوكي وهكذا. فالحقيقه دي ممكن ان احنا بيها احنا بنعمل نفس الحاجه اللي عملناها في الميثود نمبر 1، بس الفرق هنا ان البولينوميال بتاعتي بتبقى انفينيت اوردر، فمعنى كده ان انا اقدر احسب منها اي عدد انا عايزه، اي عدد من الكوفيشنز انا عايزه، بس العيب بتاعها ان انا ما اقدرش اطلع كلوز فورم سوليوشن. يعني ايه كلوز فورم سوليوشن؟ يعني فانكشن كده محدوده تجيب لي الكومبليت انفرس فور اي او انفرس لابلاس ترانسفورميشن بيساوي كام او انفرس زي ترانسفورميشن بيساوي كام. اوكي، فدي طبعا حاجه ما هياش ادفانتجس، يعني حاجه طبعا تعتبر عيب. اوكي، فبالنسبه يعني الاستعمال بتاع الطريقه دي بتبقى useful only when interested to get a few initial values of x of n. لو انا عايز اجيب مجموعه من الانيشال فاليوز بس الاكس اوف ان، يعني فرض انا عايز اجيب اول 10 فاليوز اكس اوف ان، مش مهتم انا اجيب فاليوز لغايه انفينيتي، اوكي، يبقى ساعتها ممكن نستعمل حاجه زي كده. انما لو عايز اجيب كل الفاليوز بتاعت اكس اوف ان، الطريقه دي مش حلوه، الطريقه دي ما تعتبرش من الطرق الكويسه اللي احنا بنستعملها عشان نقدر نحسب بيها الكومبليت انفرس Z transformation او closed form solution للانفر Z transformation بتاع function. طب احنا عايزين بقى نحسب ال closed form solution ده نعمله ازاي بقى؟ هنعمله بنفس الطريقه وبطريقه شبيهه للطريقه اللي احنا شفناها في Laplace transform، وهي الطريقه بتاعت ال partial fraction expansion.